من سنة ما سمعناش الحلاوة دي، ربنا يكرمك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله يا رب. قطوف غدانية كلوا واشربوا غنيعا بما أسلفتم في ما حدش يقول كده في التاريخ وفي العالم. يا عم الشيخ والله روحك بتسبح في ملكوت الله، روحك بتسبح في ملكوت الله. يا شيخ ربنا يخلي معاه البراهيم ويوريه له. اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية. الله الله قطوفها دانية يوم جيني. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر عليك لنا حاجة ابدا. هل اتاك حديث موسى؟ هل اتاك حديث موسى اذ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم
يتباع كده ابدا. والله يا عالم يا عم، والله يا عالم يا عم الشيخ. الله 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 اكبر. الله يزيدك النعيم اقدم الجمله. الله اكبر. ان في ذلك لا الله أأنتم أشد خلقا من السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أبناها وطعتمكها فسواها وأطش ليلا وأخرج ضحيها والأرض بعد أخرج منا ما ومرعى والجبال أسامت لكم أخرج منها ما والجبال أوساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا بسلم أجرنا وارحمنا برحمتك يا رب. يوم يتذكر الإنسان
بسم الله ويبدا عليك كمان يا فلاح يا سلام يا سلام وبرزت الجحيم لمن يرى اجرنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين فاما من طغى واثر الحياه أجرنا يا رب وارحمنا برحمتك يا رب وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلموه فعقروها فدمدم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الدنيا يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد
النبي عنه. الله يكرمك. النبي لها جواب كمان أحسن. شاء الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.